الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. حمل عضو مفوضية حقوق الإنسان علي البياتي الجهات الحكومية مسؤولية عدم تدريب وتأهيل العمال في العراق، ما أفقدهم فرص العمل في الشركات الأجنبية، مشيرا إلى أن الفرق بين رواتب العامل العراقي والأجنبي يتراوح بين 10,000 إلى 85,000 دولار، وهي نسبة كان من المفترض أن تكون من نصيب العامل العراقي فيما لو كان هنالك نظام تعليمي مهني منتج ومتطور يجعل الشركات الأجنبية تفضل العامل العراقي على غيره من الأجانب. هذا وكان وزير العمل الأسبق باسم عبد الزمان قد أشار عام 2019 إلى وجود نحو 750 ألف عامل أجنبي في العراق، وهو ما تسبب بارتفاع معدلات البطالة في البلاد. قرر مصرف الرشيد رفع سقف المنحة الخاصة ببطاقة كريدت كارد إلى 5 أضعاف الراتب بدلاً من 3 أضعاف للراغبين بالحصول على البطاقة. وقال المصرف إن سقف الحد الأدنى لراتب الموظفين لغرض التقديم هو 750 ألف دينار، والراتب الخاص لمنتسبي القوات الأمنية مليون دينار، داعيا إلى الراغبين إلى التقديم خلال تطبيق مصرف الرشيد وعدم التعامل مع أي جهة تدعي علاقتها بالمصرف. هذا وكان المصرف قد أعلن مؤخراً عن إطلاق وجبة جديدة من سلفة كريدت كارد 3 أضعاف الراتب للموظفين ومنتسبي القوات الأمنية. قال أصحاب شركات بيع الأسماك في بابل إن سعر الكيلوغرام الواحد من الأسماك ارتفع إلى نحو 9,000 دينار بعد أن كان سعره 6,000 دينار بسبب الحمى النزفية وغلاء الأعلاف. وأضاف أصحاب الشركات أن ارتفاع الأسعار عائد إلى السماح بزراعة الذرة الصفراء بقرار وزاري بسبب شح المياه، وهو ما تسبب بتراجع إنتاج الأعلاف التي تدخل الذرة عنصراً أساسياً فيها. وأحذر مختصون في مجال الزراعة والاقتصاد من ارتفاع أسعار مواد أخرى كزيت الطعام من الذرة الصفراء أو المستخرج من الذرة الصفراء في حال استمر عدم زراعتها مع تفاقم أزمة شح المياه في ظل عدم وجود خطوات حقيقية لحل الأزمة. أعلنت وزارة النفط أن الحكومة تعتزم تأسيس شركة نفطية جديدة في كردستان العراق. وقالت الوزارة إن الهدف من الشركة الجديدة هو الدخول في عقود خدمة جديدة مع شركات النفط العاملة هناك، موضحة أن الوزارة ستسعى لاتخاذ إجراءات قانونية بحق الشركات في كردستان العراق التي لا تتفاوض مع بغداد لإعادة هيكلية العقود. أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن صادرات العراق النفطية انخفضت خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى معدل 242 ألف برميل يومياً. وقالت الإدارة إن متوسط الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام خلال الأسبوع الماضي من 8 دول بلغت 5,881 ألف برميل يومياً، مرتفعة بمقدار 238 ألف برميل باليوم عن الأسبوع الذي سبقه. وأضافت أن صادرات العراق النفطية لأمريكا بلغت معدل 242 ألف برميل يومياً الأسبوع الماضي، منخفضة بمقدار 84 ألف برميل عن الأسبوع الذي سبقه، والبالغ متوسطه 326 ألف برميل يومياً. أما الآن فننتقل لمعرفة أسعار صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
حزام الموجز، إلى اللقاء.